زولف لو كنتمنى تكونوا كاملين مزيان وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو. سو الدراري مرحبا بكم مره اخرى، اول مره في الدار بعيدا عن الفلوغ والضحك وديك الشيء. اليوم غادي يكون فيديو باخلو. سو الدراري تبعوا مزيان معايا، بيا كيبقى يسولني و دي زامي لصحابي ولا اللي كنعرف الخدمه والاغلبيه تطرحوا عليا السؤال، يوسف ما عنديش بي سي وباغي ندير فيديوهات في يوتيوب، كيفاش غادي ندير؟ نحاول نشرح كل شيء في هذا الفيديو والله يسهل على كل واحد باغي يطلق الطاقات ديالو. الطاقة زوينة الدراري، ماشي داك الشيء اللي على بالكم. المهم غادي نحاول نشرح الماكسيموم الدراري. المهم إلا كنتي أول مرة كتشوف هاد الوجه هذا دير شي سبسكرايب أو لايك. أول حاجة الدراري كيفاش غادي ندير شين يوتيوب، يعني ما نشرحش كيفاش غادي تكري شين يوتيوب، يعني الدراري غادي تدخلوا تكتب كيف انشئوا حساب القناة على يوتيوب، داكشي موجودين ها. ولكن الدراري أنايا غادي نوريكم كيفاش غادي تصايبوا فيديو مونتاج، كيفاش دير انستغرام ديالك لوغو، المهم داكشي ديال لي سوشيال ميديا كيفاش يبقاو يبانو في لي فيديو ديالك، كيفاش تكريهم غير بالتليفون، وكيفاش تصايبوا المينياتور ديال اليوتيوب، يعني الصويره اللي كتبريزونتي الفيديو ديالك. سو المهم تقدر الدراري هاد الفيديو غادي يجي فيه واحد دو بارتي ولا تروا، وغادي نوريكم كيفاش لي زابليكاسيون تصايبوا لوغو ديالكم مثلا، غادي دير لوغو تخلي تخليه مثلا بحال هكا. سو الدراري اول حاجه باش تكري واحد الفيديو خاصك تكون عارف شنو غادي دير لي هادي ضروري الدراري، حيت كل حاجه عندها طريقه ديال التصوير. الفلوغين الدراري ماشي هو الطريقه ديال الطبخ، ماشي هو الطريقه ديال التصوير في الدار، وماشي هو طريقه ديال بزاف الحوايج. المهم في الفيديو هو انه تكون مقدمه وعرض وخاصك مقدمه اش بريزونتي الفيديو ديالك كما درت انا شنو غيكون في الفيديو، ماشي غير تجي وتدخل هكا، يعني كتحاول تبين شنو غادي يكون في الفيديو، سواء تبينها بالهضره سواء بلقطات. ثانيا الدراري لي ديتاي كيكونوا الوسط في الفيديو، وفي الاخر الدراري كتحاول تعطي كلمه ديالك الاخرى وكتعاود تقول لهم ديروا ابوني في انستغرام باش الى بنادم عجبو الكونتوني ديالك يحاول يتبعك. اول حاجه غادي نتعلموها هو المونتاج، انا غادي نوريكم كيفاش غتمونطيو الفيديو وطريقه التصوير كتلعب دور كبير، يعني ماشي ضروري غير المونتاج وانما طريقه التصوير وطريقه الرؤيه ديالك لواحد الحاجه اللي علاش بارطاجيها معنا. يعني انت خصك تحاول تبدا لنا في التصوير ديالك، الدراري يحاول يبقى يتفرج في لي سينماتي، خصك تكون عندك ديك التغذيه السينمائيه كما يقولوا، يعني تكون كتفرج شي دي كليب، ما تحاولش تركز مع الاغنيه فيلم، ما تحاولش يعني كتركز مع الفيلم ومع طريقه التصوير، باش انت بلا ما كتحس كيولي عندك واحد الباكاج في دماغك ملي كتبغي تصور واحد الحاجه، انت كتبقى تقول ويلي هذه لقطه هذه باش تصورها كتبقى تصدم في راسك، ويلي كيفاش انا طحت عليا الفكره، ولكن لا انت السطير لا يجي عندك واحد الابداع وتغذيه سينمائيه وبزاف الحوايج اللي كيشكونوا تيدخلوا لك لدماغك بلا ما تحس حتى يمكن لكش بدا لنا في هذا الدومين. المهم الدراري بلا ما نكثر عليكم الهضره غادي نحاول نصور لكم كلشي في التليفون، واخا انا فريمون عندي فلوغ واحد اللي مونطيته بالتليفون، معنا نخلي لكم في الديسكريبسيون باش تعرفوا كيفاش طلع غير بالتليفون. يعني اغلبيه انا كنمونطي بي سي، ولكن كنت شحال هادي يعني كانوا عندي تجارب، كنت انا عزيز هاد الشيء ديال التليفون، سوجو التليفون يعني بعد ما تشان مكيكونش عندك الوقت تصايب مينياتور في التليفون، تصايب فيديو بزاف. سو الدراري بلا ما نكثر عليكم غادي ندوزو للتليفون وغادي نبداو باول ابليكاسيون اللي هي ان شوت، مكاينش اللي ميعرفش هاد الابليكاسيون ولكن حنا نحاولو نخصصو فيها شويه، وغادي نوريكم واحد ابليكاسيون ثانيه اللي زوينه بزاف فيها دي ديفي بزاف واعرين. المهم نبداو بالمونتاج فيديو وديك الساعة غادي نشوفو داكشي الاخر اللي يجي من بعد. نتمنى يعجبكم هادشي. سو اول حاجة الدراري غادي نمشيو لان شوت، يعني نبداو به هو الاول. كاين واحد البلان الدراري كنلاحظ واحد الحاجة ان ان شوت كاين اللي كيخدم به ولكن مكيعرفش يحيد المارك اللي كتطلع في الجنب. سو هدا بلان يعني انني نتفرج فيديو فيه مع السميت ان شوت، هي مع العلم انها فيها واحد البلان اللي بسيط اللي تقدر تحيدو بيه بسيط. سو نبداو، اذا نبداو انايا شوفو شي فيديو مثلا بحال عندي فيديو ديال با ديال بابجي بزاف، سو نديرو مثلا هذا، يعني هنا كطلع لي كما كتشوفو
كيجبر لكم ان شوت هنايا اللي بانت لكم تجبر لكم واحد ان شوت هنا ماركت الماركت الدراري كاين واحد العلامه تما صغيره فوق يعني يكفي انني نكليكي عليها بحال هكا هذا مثلا هكا هنا كيعطوني روتيري دو مانيير بيرمانون يعني بالدولار ولا هذا يعني نجي هنايا عادي سي بريسيون غراتويت نكليكي بحال هاي تمشات يعني شي حاجه سامبل يعني والدراري بالنسبه لهم بداو بهذا الاطار هذا يعني فحال هكا تيجيو فحال هذا الفلو فهمتيني غنجي لهاد الطوال هادي هي اللي فيها كتحكم في لطاي الصوره ديال الفيديو مثلا انا مبغيتش نبقاو هاد الاطارات بغيت الفيديو يكون دوريجين يعني غنجي كليكي هنا ها هي دوريجين مكتوبه هنايا كنجي هنا كنكليكي بغيت نخدم شي حاجه ديال انستغرام بوست كنجي لهنايا كاين هادي يوتيوب كاين هذا يعني ديما 16 سعود يعني ندير اوريجينال فيديو ملي غادي تصوروا راه غتصوروا ناعس يعني فيديو متصوروش بحال هكا ستوري الا بغيتي دير اليوتيوب ضروري لافيشاج تكون هكا ناعس المهم ناعس فايقه ناعس المهم نحاول نهضر بالتبسيط باش كلشي تقريبا يفهم يعني كاين لي طاي ديال تيك توك يعني بزاف ديال البلانات مهم هنا نديرو دوريجين الدراري نبداو بهذا البلان اول حاجه الدراري هو مثلا ان كدير اجوت ديف ان شوت هنايا تدير فيديو هكا باين يعني كتعزل حتى لي فيديو اللي بغيتي مثلا تعزل هكا وحاول ديرهم بالترتيب باش بلا ما تلف مثلا تلف بلا ما تلف باش تكون كتقطع ماشي كدير هكا يعني كتشكل كيعطوك هنا لي فيديو اللي كاينين يعني بالترتيب اللي درتي نتايا فهمتي كيبقاو غاديين بالترتيب هكا هنا شنو غنديرو الدراري كليكي كتشكليكي هنايا كيعطوك الفيديو الاول الثاني الثالث الرابع يعني انت اللي عزلتي انا مثلا بغيت نحيد الاغنية من هذا الفيديو مثلا مبغيتش ندير الصوت هنا فين كنتحكم في الصوت غنديرها باينة ساهلة لا فيتاز ديال الفيديو بغيت نتقلو وكندير هنايا بغيت نزربو باش نزيد فوق الخضوره المهم فوق الخضوره يعني في لا فيتاز ديالو هي باينه الى بتي هكا كيتقال زربتي درتي الفوق كيزرب المهم الدراري ندير واحد المثال بسيط انا مثلا نديرو مثلا هاد البارتي في هذا الفيديو هذا الفيديو غالب طوموبيل تنصور مثلا بغيت نقطع شي بلاصه ندوزو للتقطع التقطع هو كتكليكي يعني من الجناب بحال بغيتي تشي لقطه بحال هكا كتبقى مورك الوسط مثلا هكا تجيب هكا هاد اللقطات بحال هكا المهم انت مثلا بغيتي هاد الفيديو تعد منه جوج فيديوهات باش تقطع يعني تبقى ديطاي لي فيديو يعني فيديو تقسمو لبزاف د الفيديوهات كتجي لي ديفيدي تشكليكي هنا هاد الخط الخضر كتجيبو في البلاصه اللي بغيتي تقسم فيها الفيديو يعني مثلا انا بغيت هاد البلاصه هادي كنجي لهنا تندير هاد الخط الخضر ديفيزي تنجي لهاد الخط الخضر تنحطو في البلاصه اللي بغيت نقص ملي كنديرو هكا الدراري تيعطوني جوج فيديوهات يعني هنايا تيعطوني هاد البلاصه اللي نقدر ندير فيها هادي نقدر ندير فيها ترانزيسيون زعما البلان ديال يعني تحول من لقطه للقطه يعني هنا يعني الى لاحظتوا غنكليكي عطوني الفيديو هاد الاول والثاني يعني هذا الكمال ديال هادو كتفرقوا باش يمكن لك تخدم عليهم بجوج يعني كل واحد بوحدو مثلا انا بغيت نقطع هذا تنديرها هكا كنقطعو عاوتاني هكا كاينه كوبي هي انني بغيت نحيد شي لقطه من الوسط اللقطه من الوسط ما عجبتنيش تنجي بحال هكا من هنا من الراس باش نخلي ديك الخويه هنايا كندير هكا كتقطع ديك الخويه اللي كتبان لكم دابا يعني غتقطع سو هذه هنايا ما يخص تقطع المهم هنا تقطع داك الشيء كلير باين سو الدراري واش كاين واحد المهم الدراري واحد البلان كاين مثلا انا فيما بغي نخدم على شي لقطه بحال بهاد البلاصه هذه بغيت نزوميها مثلا ديما خصني نقسم في ان شوت خصني نقسم ديك اللقطه باش نكري عليها واحد الافكت مثلا بغيت الزوم هنايا نجي ندير ديفيزي مثلا نجيب هنايا مثلا ندير هكا
يعني بغيت نزومي ثانيه ونرجع نمشي بحال دوك لي ترول مثلا ما كتكون كتهضر كتزومي على الوجه هاد البلان هذا كتجي مثلا هنايا كتعاود تكوبي انا بغيت هاد البارتي زوم هادي بالضبط شي فحال هكا يعني ندير لا انتم غنجي فحال هكا ندير دي فيزا عاوتاني مثلا هنايا انا بغيت هنايا زوم غنحبس ندير هكا هاد اللقطه هي اللي بغيت تزوم فهمتي يعني كنقطع هاد اللقطه بالضبط اللي بغيت تزوم تجي نجي هنايا الدراري ندير هادي ونزومي فهاد البلاصه فهمتي انا غنزومي مزيان وتشوفوا الفرق يعني هادي تجي هنايا هكا غادي الفيديو هكا شوف فهمتي وهادي كديروها بزاف الناس في الهترا ولا تبغي تزومي شي حاجه سو هادي اي حاجه في ان شوت بغيتي تخدم عليها خاص ضروري تقطع هذيك اللقطه اللي باش تقطع بوحدها سو مثلا هنايا نبغي ندير فيها مثلا نبغي ندير فيها ابيض وكحل هاد اللقطه شوف شوفوا كي غادي مثلا فهمتي هاد اللعيبه تيكونوا في الهترا وهذا والدراري المهم هادو تقطع بالنسبه للتقطع كتقطع انت داكشي اللي بغيتي يبان في الفيديو يعني هاد وريتكم كيفاش الطريقه تقطع كيفاش تخدم على لقطه واحده مثلا تزوميها بعدها المهم هنا غادي نمشيو الدراري دابا للطرق ملي كتبغي تحول من لقطه للقطه مثلا انا من هنا بغيت نتحول هادشي ديال بابجي كاين هاد اللعيبه هادي سهله اش كليكي عليها كدير مثلا هادي كاينه هادي شوفوا انتم كتبان كتحول تتحول يعني كتدخل التصويره في التصويره كاينه هادي مثلا كدير ديال النوار اي بلون بحال هكا كاين هادي ديال البلون كاين هادي ديال كاين هادي عاوتاني هكا يعني بحال دابا هادو تيكونوا بالفلوس مثلا بحال هاد الزوم وهاد حنا كيما قلنا غنوريكم حوايج اللي فري فهمتي اللي تقدر تبدا بهم الدراري دابا غادي نتحولوا الموسيقى مثلا هنا كتدخلوا للميوزيك هنا غادي نشرح لكم بلان ديال الموسيقى اللي يعني ساهل باش دونا الدراري هاد ان شوت فيه الموسيقى اللي نو كوبي رايت يعني بلا ما يقول لك شي واحد حقوق النشر وداك الشيء ديال ويحبسوا لك الفيديو ما تبقاش تربح منه ولا شي بلان سو الدراري وكاين بزاف ديال لي طون ديال لي ساوند افيكت اللي يعني تقدر تبدا بهم واخا يعني المهم تبدا بهم مثلا هنايا كدير هادي تشوف شحال ديال لي زاربوم الدراري اللي فريمون واعرين كنت خدمت شحال مرة كما قلت لكم لي فلوغ شي بعد الفلوغات خدمت بهم من هنايا الاغاني فهمتي الاغاني من هنا سو الدراري بحال مثلا هنا هذا تدير اوتيليز مثلا سمعوا هذا معروف المهم بحال هكا الدراري يعني ديما وديما كل لقطه كل فيديو خصكم تحيدوا له الصوت هكا الصوت باش ما تسمعش زعما الا مبغيتوش تسمع اللقطه ديالنا ملي ديما ديما بحال مثلا هاد الطريق هاد الطريق كنحيد الصوت من الفيديو باش ما تسمعش الصوت ديالي يخرب نوريكم واحد الدراري واحد الطريقه عاوتاني اللي كيسولون عليها بزاف مثلا هنا بغيت تحبس الموسيقى تولي خفيفه في الباك جراوند كما كتسمعوا عندي دابا انايا ديما كما العاده كما الفيديو كما الصوت خصني ضروري نقطع ديك البلاصه اللي غادي تبدا منها الايفيكت اللي بغيت انا مثلا بغيت نقص الصوت خصني ضروري نقطع هنايا مثلا نجي لهنايا غنكليكي في الصوت ساهل نجيبو مع اللقطه ديال الفيديو نكليكي في الصوت تي في هنايا وغادي ندير هادي يعني راه 100% ها هي ايديت هنايا راه عندك 100% في الصوت هنايا الدراري تنجي لهنايا قطعت مثلا نشرح لكم هاد البلان زوين من هنايا في هاد بحال دابا هادي هي هادي الليمن يعني هادي الدراري في الاخر كدير 5 ثواني سميتوني باش كتسمعو الموسيقى كتبقى غادا وكتمشي فهمتي مكتمشيش على غفله يعني كتبقى غادا وكتمشي وهنا عاوتاني في البدية الا درنا طولنا هنايا في البدية لاحظوا كي تسمع الصوت يعني كيتم جاي من السيلانس زعما شي تكون جاي من السيلانس تيبقى غادي طالع الصوت فهمتي المهم هادي زوينه تلعبوا بها يعني غير كيبقى غير شي هاد من بنادم يعني ما يعكسش على هاد اللعيبه حتى عطاو حلاوه فريمون الفيديو مثلا هنايا
هنا كيما قلت لكم انا بغيت هاد البلاصه مثلا نخلي 100% الصوت ديالي تسمع فحال وندير موسيقى في باك جراوند راه باينه في الباك جراوند تدير هنا موسيقى يعني مور الفيديو تسمع خفيفه باش من باش بنادم تيعيش مع تيعيش مع الفيديو كتجي لهنا الدراري ايدي تاع بحال هكا تنقص شويه بحال يعني مثلا انا كنت غادي شاد الطريق مثلا شويه غادي نبدا نهضر كتسمع بحال هكا كتنقص هنا ديك الساعه انت وعبارك كتشوف شحال تنقص مثلا هكا هاي كتنقص هنا في هاد البلاصه يعني مثلا باش انا هنا بغيت ترجع الموسيقى عاليه عاوتاني كيما كانش كنجي كنكليكي هنا تندير دي فيزي بحال هكا وهاد البارتي هادي كنطلع عليها عاوتاني الصوت ها نشوف مثلا هنايا هي هابطه يعني شي حاجه اللي سامبل انت تقدر تلعب عليها وكتخلي الفيديو تيبان يعني زوين و يعني بنادم ماشي يملش في الفراجه سو الدراري كاين بلاصه البلانات ديال لي فيكس مثلا كاين هنايا مثلا ترانزيشن ديال كيما كيديروا انتم تسمعوا مثلا هنا كدير انا مثلا في اللقطه اللي بغيتي مثلا ديك كدوز من اللقطه للقطه وبغيتي دير لها واحد كيما كيتسمى الوش يعني ما كاين بزاف كاين بزاف ديال الساوند افيكت يعني ما باش نتوما تفهموا يعني سامبل خصني نقول فهمتوا ما تسمعش مزيان خصكم ناجم ناجي الوش هاكا كنديرو هاكا شي واحد خصو يكون شي تسمع مزيان خصني نزيد الصوت هانتوما شوف هادي بحال هادو تيتسمعو في لقطات مثلا كتبغي دوز من لقطه لقطه ولا في سينيماتيك تخدم بهم خلاتني يعني كاين